سلام، صباح الخير عليكم البنات، مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم ان شاء الله راح نديروا واحد لاطارت تاع الكراميل، يعني يجي بزاف بنينه هاد لاطارت، ان شاء الله يعني تعجبكم. نسحقوا اذا هنايا 125 غرام تاع لا مارغارين، هاي العلبه عندها 250 غرام، دونك راح ناخذ منها النص. لا مارغارين يعني انا خرجتها قبل بوقت من الثلاجه باش تولي طريه، بيسك ما راحش ندير اون بات بغيزي بها، دونك خرجيها يعني قبل بوقت. نضيف اذا هنايا السكر الناعم اللي هو نص كاس، شويه تاع لافاني بيان سور، نخلط اذا هنايا حتى تولي يعني كوم اون بوماد. قرصة تاع ملح دائما ما نساوهاش. بالنسبة لهذوك الحبات تاع البيض درت حبة بيض كاملة وصفر، لكن كما تقدري ديري ثاني زوج حبات كاملين إلا حبيتي لا طارت تاعك تجي خشينة. هنا نضيف مغرف صغيرة تاع لا لوفور شيميك، فوالا. نبدا اذا نضيف في الفارينه حتى نتحصلوا على عجينه كيما تاع لي صابلي، هاي لك تكون شويه طريه. ندير اذا لاباط تاعي في ساشي يعني باش تساعدنا ما تلصقليش. حبيتي ديريها فوق في السنيوه ديريكت معليش. نحاول اذا نسوي كامل الريوف هادوك. وهنايا بواسطه يعني فرشيطه نتقب كامل لاطارت تاعنا، ندخلها اذا لفوق، كي نشوفوها يعني تحمرت نحيوها. هنا لو كراميل هذا كنت طيبته في الدار، لكن يعني تقدري ديري اللي يتباع برا. زدت عليه اذا المكسرات، ديري واش حبيتي، ديري كاوكا ولا واش عندك، ولا ما عندكش مكسرات تقدري ديري الكاطو هذيك تاع بيمو، يعني باش تحكم لنا هذيك لا كريم وما تسيحش كي نعودو نقطعوها. بالنسبه للكراميل اللي حبيت يعني طيبها في الدار، راني نحط لكم لا فيديو وحدها يعني هكا باش ما تجيش هذا لا فيديو طويله. هنا عندي علبة تاع لا كريم فريش اللي هي القشدة السائلة، هذيك العلبة الصغيرة. طبعا انا درك راح نسخنها اذا ونضيف عليها هذيك العلبة تاع الشوكولا. كيما تقدري ثاني تسخنيها في كسرونة عادي. نقلب اذا هذيك الشوكولا حتى يعني تذوب لنا كامل. هنا طبعا الا ما عندكش لا كريم فخاش هادي تقدري ديري الشوكولا العاديه اللي نزينو بها الكلاصاج يعني العادي. نفرغ اذا الشوكولا تاعنا وهي سخونه، هذا لاطارت كما قلت لكم ولا غير تجي روعه، نتمنى ان شاء الله انكم يعني تجربوها وتعطوا لي رايكم فيها، ولا حبيتوا ايضا كاش وصفه يعني كتبوا لي برك في لي كومونتير وانا نديرها لكم. التزيين يبقى اختياري دائما، انا درت هذو الحبيبات تاع الجوز، لكن يعني انت تقدري يعني تزينيها كيما حبيتي. طبعا هنايا بقالي شويه تاع الجوز رحيته طبعا وزينته هكا من الفوق. وقبل ما نكمل يعني لا فيديو حبيت برك نقول لكم اللي حابه تزورني في الانستغرام تاعي الاسم تاعو كيما الاسم القناه
مرحبا يعني بالجميع. كانت هذه إذن الوصفة تاع اليوم، راكم تشوفوا فيها تجي هايلة. نتمنى أنكم يعني تجربوها ونتلقوا في وصفة جديدة إن شاء الله.